فيما لا يبدو أن المشاورات في الكويت تتقدم باتجاه الحل، يعمل المبعوث الأممي على تمضية أيامها في بحث مسائل هامشية لا تحقق أي اختراق على مسار المفاوضات. فشلت جهود المبعوث الأممي وتدخلات المجتمع الدولي في حمل الميليشيا على الشروع في تنفيذ استحقاقات السلام وعد ولد الشيخ ليناقش تصورات المرحلة المقبلة، استمرارا لحالة الدوران في حلقة مفرغة والقائمة في الكويت منذ 6 أسابيع. عقد الوفد الحكومي جلسة مع المبعوث الأممي ناقش فيها الترتيبات العسكرية والأمنية وتأمين العاصمة صنعاء خلال انسحاب الميليشيا منها، بالإضافة إلى تحديد المدن التي سيشملها الانسحاب في وقت لاحق والإطار الزمني للانسحابات والمرحلة الأولى من عودة الحكومة. تبقى كل هذه النقاشات خارج السياق طالما لم تلتزم الميليشيا بأي من الاتفاقات السابقة، ولا يزال مصير المشاورات نفسها غير معروف مع عدم تحقيق أي تقدم في أي من الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات. منذ البداية كان يفترض ألا تنطلق جولة الكويت إلا بعد إطلاق سراح المختطفين والمخفيين في سجون الميليشيا، ولكن ذلك لم يحدث وتحول هذا البند إلى مادة للتفاوض في الكويت. مؤخرا كانت الأنباء تشير إلى تقدم في هذا الملف مع الاتفاق على إطلاق ما نسبته 50% من المختطفين قبل حلول شهر رمضان، ولكن ذلك لم يحدث أيضا. قامت الحكومة بإطلاق سراح الأطفال الذين تم أسرهم في جبهات القتال، فيما لم تلتزم الميليشيا بأي من الاتفاقات التي تجاوزها ولد الشيخ. في كل مرة ترفض الميليشيا الالتزام بها وينتقل إلى موضوع هامشي آخر.